السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. النهار إن شاء الله غادي نوريكم واحد الطريقة باش تضربوا ليبرا بسهولة، إما ليبرا ديال التسمم المعوي أو التسمم الدموي ديال الليموراجي. شحال من واحد كيخاف أنه يضرب ليبرا، اليوم غادي نوريكم واحد الطريقة سهلة للغاية باش تقدروا تضربوا ليبرا وأنتوما ما خايفينش منها. ليبرا ببساطة كتضرب في هاد الجهة، أنتوما هاد الجهة، يعني كتضرب هنا في هاد الجهة، ما إلا كتبان لكم في هاد الجهة. شحال من واحد كيولي كيخاف أنه غادي يضربها، هي جد سهلة، ولكن يعني كيفاش غادي نوريكم واحد الطريقة اللي جد بسيطة، واللي شحال من واحد كيشد ليبرا هكا، إما الغليظة إما الرقيقة ماشي مشكل، ولكن كاين اللي كيشدها وكيبغي ملي كيبغي يضرب هكا ليبرا هكا كيضرب هكا، وإما كتفلتلو هكا وكتخرج، يعني كيضربها في العود، ما يضربها هكا كيضربها هكا هكا، كيولي انه ملي كيتيري هنايا الاخر الدواء كيولي كيخرج على برا. ديما ملي تهزو الجلد هكا، اول حاجه ما كتضربوش الابره عموديه بهذه الطريقه، ولكن كتضربوها هكا مائله، هكا كتضربها مائله بهذه الطريقه. انا نوريكم على مستوى، ما كتضربوهاش هكا، كتضربوها هكا مائله، انتما بحال هكا. اذا الطريقه هي كالتالي، وريتكم الطريقه كيفاش غادي تضربوها، ما تكونش عموديه وانما تكون مائله. ولكن شحال من واحد كيخاف من هاد من هاد من هاد المسمار ولا يبرع غليظه بزاف، يعني كتقول ملي غادي يجي بحال هكا دير تخشي ليبرا غادي تجيك صعيبه ولا لا. انا درت لكم واحد البسيكار جديد، انتما هاد البلاستيكه اللي كتكون في الاول، هاد البلاستيكه ما ترميوهاش، هادي غادي تستغلوها. شنو غادي ديروا؟ غادي تولي بهذه الطريقه هادي، هاد السنتيم اللي خارج من هنايا هو اللي غادي يجيكم ساهل. ملي غادي تبغيو تخشيوها في الجلد هكا، ماشي غادي تخشيوها وغادي تجيو ضربه مائله ولا لا. هاد السن هذا، هادي ابتكار ديالي، هاد البلاستيكه كتولي بحال هي العائق اللي غادي ان غادي تضربوا ليبره بحال هكا مثلا وتضربوها مائله بهذه الطريقه وغادي تخرج من الجانب الاخر. لا، انا درت لكم سنتيم بالضبط، غادي ديروا هكا وغادي تخشى صافي، وفي نفس الوقت غادي تكيو من هنايا. منين تبغيو تخشي تدقوا ليبرا هكا، منين تبغيو تدقوا ليبرا ما تشدوهاش من هنا في الاول، لا، لان شدتوها هنا وبقيتو كديروا مع الارنب وهو كيترعد كيبغي يهرب، كديروا بحال هكا، يقدر الصبع ديالكم يفلت بحال هكا وتيريو الدواء بحال هكا. لا، شدوها في الاول هكا من هنا هكا، تشدوا هكا من فوق الرقبه ديالو، تشدوا هكا صافي تكي بحال هكا، وبهذا الصبع صافي غادي تكي بحال هكا. كاينه قضيه اخرى انا غنوريها لكم، وهي طريقه مهمه بزاف، وهذه يعني راها يعني حصريه على هذه القناه، وهي ملي تبغيو تهزوا غادي نمثل لكم ليبرا غير بهذا الحليب، وغادي نوريكم واحد القضيه ديما كطرا، فهي خطا في الحقيقه. انا غادي نوريكم، انتما هزيت، ولكن هزيت بواحد الطريقه، هنا ما كاينش البرد، هنايا راه هادي كيستعملوها الاطباء، ها هي راه كاينه واحد القطره بيضاء هنا، يعني واحد البويقه ديال البرد. انتما لاحظوا معايا كتكون هنايا البيض كله، ولكن لاحظتوا كتلقاو واحد البرد داخل في وسط منه، هذاك البرد كونوا متاكدين انا خليته راه كيدير واحد المشكل كبير بالنسبه للارانب، انه المشكل اللي كيديروا لهم هو كيديروا لهم الشلل النصفي. هذه قالها لي واحد طبيب بيطري، من يكون البرد هنا ما تخليوش البرد، ضروري تكي واحد شويه بحال هكا وديروا بهذه الطريقه هذه هكا، تحيدوا هذاك البرد وتدوروا الابره هكا تتلقاو البرد ما كاينش هنا، يعني كتكون واحد بحال البويقه كاينه لداخل، ضروري تحيدوا. قال لي الا خليتوها كدير الشلل النصفي لا قدر الله. اذا قبل ما ديروها انتم حيدوا هنايا واحد السنتيم، انا نوريكم كاع الطريقه باش تقدروا تحيدوا ذاك السنتيم اللي قلت لكم. طريقه سهله، انكم كتشدوا الابره الاول هكا وكتحيدوا منها هذاك الجزء، يعني كتعبروا بحال هكا، كتحطوا عليها هكا، عفوا تحطوا هكا
وتشوفوا واحد السنتيم هنايا وتهزوا هاد الابره هكا بهذه الطريقه صافي، وكتحيدوا هذاك الجزء بالمقص انتم بهذه الطريقه انتم صافي، وكتخشيو هنايا كتحصلوا على واحد الجزء ديال السنتيم هنا خارج بحال هكا هكا، هذاك هو اللي غادي تخدموا به صافي انتم. الا كيبان لكم هنايا واحد السنتيم خارج صافي، هذاك هو اللي غادي تخدموا به، تحيدوا البرد اللي شايط من هنايا، وهذه غتبقى ك صافي. ملي غتخشيو الابره هكا ما غاديش تفلت هكا او هكا، لا غادي تدخل غير هاد الشويه هذا، يعني هذا للمبتدئين اللي ساهله، طريقه سهله وبسيطه، يعني ها انتم طريقه سهله وبسيطه جد بسيطه. انا نعاودها لكم عاوتاني بوحده اخرى، انكم كتشدوا هاد الجزء هذا انتم هنايا صافي، هذه غير بلاستيكه كتستعملوها مره كترميوها، هذه غير بحال اللي كتحمي من البرد وصافي، من الغبار ولا انتم. ثم غادي ديروا، انا غنوريكم هذه فايت مستعمله، هذه غتخشيوها عاديه بطريقه عاديه هي، وغادي تشوفوا هنايا واحد السنتيم، غادي تقولوا باللي راه الابره وصلت هنايا، غتعبروا ها هي شوفوا هنايا تقريبا سنتيم ها هو هنا، غتحيدوا هذيك البلاستيكه وتعقلوا على شحال النيفو اللي اختاريتوه، وغادي تقطعوا بهذه الطريقه مقص عادي انتوما هكا صافي، وهي العمليه خدامه 100% انتوما. هذه الطريقه راه غير من ابتكاري، هي الناس اللي كيخافوا من الابره يدقوها انتوما صافي. هذا الشويه هذا راه كافي، انه هو نصف سنتيم او سنتيم صافي، هكا كتجيبوا الارنب هكا كتخشيو هكا وتكيو بهذه الطريقه هكا بالصبع من هنايا هكا، منين المره الاولى منين تبغيو ديروا الابره خشيوها هكا، ما تكونوش شادينها من هنايا، ماشي ديروها هكا وتبقاو تخشيو، لا شدوها من هذه الطريقه هكا بهذه الطريقه خشيو هكا، وبهذا الصبع تكيو هكا صافي، و الامور غادي تحسوا براسكم بحال اللي ما بقيتوش كتخافوا، يعني طريقة بسيطة وسهلة للغاية، أنتم كتشوفوا طريقة سهلة. إذا هذا هو الموضوع ديالنا هذا النهار، إلى عجبكم الفيديو تكيو على زر جيم ساندونا، وتكيو على الجرس كيصلكم الجديد ديالي إن شاء الله. والناس اللي مازال ما شاركوش معنا قناة يعني فيها يعني ابتكارات الحمد لله، والناس كيحبونا وكيصيفطوا لنا التعاليق الطيبة ديالهم، كنشكرهم بزاف، عواشركم مبروكة، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.